هنعمل عصير سهل جدا وبسيط، فيه برتقال يعني او ليمون، ممكن تحطوا برضو ليمون، هينزل يرطب كل اللي حاصل هنا في الناحيه دي. طب تعالوا نشوف هنعمل عصير ايه. هعمل عصير بالبرتقال والعسل وميه، مش هحط لبن بقى، يعني ما ينفعش ابدا بعد الاكله دي اشرب حاجه فيها لبن ولا زبادي. فهنعمل حاجه بالميه الساقعه مع عسل ابيض مع شويه برتقال وافوكادو، اول موجود عندكم تقدروا تحطوه. عندك يوسفندي حطي، عندك كيوي بدل الافوكادو ممكن برضو تحطي، هيبقى لطيف جدا وطعمه في الاخر روعه. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. بصوا انا عندي ميه ساقعه جدا، لو عندك مثلا شويه تلج كمان ممكن تحطي شويه تلج. نجيب كده معلقه وعده افوكادايا اهي، وبرتقال. العصير ده بقى طعمه روعه، وتحسوا ممكن كمان لو عندكم ورقتين نعناع هيبقى لطيف جدا، هيبقى تحس ان ايه بعد الاكله دي حاجه نزلت رطبت. العسل ينزل، ممكن تحلي بسكر يعني المتاح عندك اشتغلي بيه. هنضرب بقى ضربا مبرحا للعصير الحلو ده. عايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا جدا، ومش ريحته بقى، لونه كمان ماشي مع السفره بتاعت، يعني لونه على اخضر فتحسه مع الجرجير والحاجات اللطيفه بتاعتنا ده، ففي ايه ميكس حلو في اخر الوصفه. جربوا العصير ده بعد الاكله دي هينزل يرطب ان شاء الله. ضربه اخيره وبس كده. نفتح بقى كده، هنشيله الاول، الريحه تحفه.